ثلاثة أربعة. حسناً، هل أوليانا أتت اليوم؟ حسناً، لا. يا لها من فتاة مرحة، هل هي مريضة؟ ممتاز، هيا لنرى يا أوليانا، اضربي هذا الشيء، اضربي الأرنب. المعلمة المخيفة. مرحبا أيتها المعلمة المخيفة. حسناً، الآن اعطوني هواتفكم. لا تتذمروا. هيا هيا. الهاتف. إنه هذا. ألو؟ هل أعطاني الجميع هاتفه؟ وماذا لو قمت بالعد؟ أنت قلت لي أن أخبرك بكل شيء يؤخذ مني. الآن لدي جميع الهواتف. انتهى الدرس في 5 دقائق؟ مهلاً، لا أفهم، إلى أين أنتم ذاهبون؟ هل انتهى الدرس في 5 دقائق؟ وماذا في ذلك؟ إنها 5 دقائق كاملة. هيا قوموا بفتح الكتب المدرسية وقوموا بكتابة الواجب. لم يكن لدي الكثير من الواجبات المدرسية في حياتي، سأنهيهم غدا. أين كتبك المدرسية؟ أنهي الواجب أولا. وماذا عن النوم معلمتي؟ لا يزال لديك 5 دقائق حتى منتصف الليل، سيكون لديك الوقت للانتهاء. حسنا. الأحياء؟ أنا أشاهدك. نيكتيا، لماذا فعلت هكذا؟ ابنتي، لماذا كان لابد من إغلاق روضة الأطفال اليوم؟ بماذا تحدقي؟ هل ستذهب إلى المدرسة مع الأطفال؟ أوليانا، تحصلين على العلامة السيئة، ما هذه الأسئلة الغبية؟ حسناً ابنتي، ضعي لهم علامات سيئة. حسناً. أمي، أنا متعبة. حسناً، تعالي اجلسي هنا. رائع. أمي، أنا جائعة. أمي، هل أستطيع أن أرى حفرة هنا؟ غريب، أليس كذلك؟ أمي، حسناً، اليوم سوف نقوم بإجراء اختبار. حسناً، حسناً يا رفاق، حسناً. اختبار؟ أنا لست جاهزة. يا إلهي، لا أستطيع ماذا أفعل. أنا بالتأكيد قد انتهيت. أمي، 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 أريد تفاحة. ماذا؟ حسناً، الصمت. هذا كل شيء نيكتيا. لماذا لم أفعل أي شيء؟ نيكتيا، أعطي التفاحة لابنتي وسأعطيك علامة ممتازة للاختبار. أمسكي هذا.
مرة أخرى. رائع! ما هذا؟ سأقدم لأصدقائي الجدد من هذا. هنا يولد قوس قزح ويعيش، وهناك الكثير من الكلاب والقطط والطيور الغريبة والحيوانات الاستوائية، ولكل منهم قرن سحري. لديهم أيضا ملحقات تفاعلية وقدرات خاصة. أريد واحدة. أريد واحدة أيضا. لدي الكثير من الدمى، إنها مميزة. إنها لطيفة جداً وناعمة بشكل مثير للدهشة، ورائحتها لذيذة بشكل لا يصدق. نعم، ويوجد الكثير من المفاجآت في الداخل. مجرد استعراض. هيا دعونا نركض. أيها ضعيفة، عليك أن تكوني قوية في الجسد مثلي. المدرب البدين. واحد، اثنين، ثلاثة. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. هيا ماذا بك؟ أنت بخير. هيا بنا، دعونا نتعلم اليوم الدفاع عن النفس. سنتعلم على هذه. أمسكوا بذلك، لا تأكلوه. ربما لن أفعل. نيكيتا تعال إلى هنا. هيا نيكيتا اقفز هنا. لماذا؟ لأتحقق من قدرتك على فعل هذا. الآن انتظر 20 دقيقة، فلتحقق 5 دقائق اليوم. سارة ماذا يمكنك أن تفعل؟ ممتاز، حسنا يمكننا أن نتدرب الآن. هيا يا أوليانا. شكرا. مرحبا أطفال. المعلم أفضل صديق. حسناً، هل أوليانا أتت اليوم؟ لا، ليست هنا. ألم تأتي؟ كيف ذلك؟ يا لها من فتاة مرحة، هل هي مريضة؟ إذن دعونا نقوم بزيارتها. هيا هيا هيا. حسنا، غرفة مريحة جدا. ماذا أستطيع أن أقول؟ يا إلهي، انتظريني. هاي ابنتي، هل أنت بخير؟ حان الوقت لكي أذهب إلى العمل. إلى اللقاء. هل هو درسكم الأخير؟ دعونا نستعد بهدوء للمغادرة إذن. هيا بنا. سنستخدم النافذة للخروج. هناك مدير يتسكع في الممرات. ألم تفهموا؟ نحن ذاهبون إلى المنزل. سيكون هذا سر صغير بيننا. لكن هذا ليس صحيحا. لقد فات الأوان نيكتي، أنت بالفعل جزء من هذا. لقد قمت بتصويرك عندما وافقت. إذا أخذوني سأخذكم جميعا معي. لنذهب الآن. هل هذا الحبل آمن؟ لا أعرف شيئا عن الحبل. دعونا ندع نيكتيا يذهب أولا. لا أشعر بالأسف. ماذا؟ الأمر لا يتعلق بك، اذهب أولا، سوف نلحق بك. هيا. نستطيع استخدام الباب الآن. هيا بنا. وماذا
نيكتيا. يا له من يوم رائع لدينا اليوم. المعلمة سيدة الأعمال. هيا تفضلوا، هذا لك وهذا لك. أوه رائع، شكرا لك. ولك أيضا. هل لدينا زي مدرسي جديد؟ أنا سعيدة جدا لأنكم أحببتموه جميعا. الآن ستعطوني $100. ماذا؟ هذا القميص؟ لا شكرا لا أريد. مهلا، ماذا تقصد؟ لقد قمت بارتدائه بالفعل، تم استخدامه. كيف سأعيده الآن؟ إذا هيا قم بدفع $100. هيا هيا. عظيم. أوه هذا حقا رائع. حسناً، وبالتأكيد ستعطيني 5 في السنة. نعم نعم، سيكون لديك علامة رائعة. لقد انتهيت من القميص، أنا على وشك أن أبدأ الثاني.